الشعب الصحراوي. يا شليل ارتاح ارتاح. سنواصل الدفاع. ولا نعيش الشليل. يحذف ويحمل مانجا كلمة لرئيس اللجنة الوطنية. التجربة والقانون الأساسي. وإعداد اللوائح القانونية المنظمة طبقا لمقتضيات جدول الأعمال المقدم من طرف اللجنة لهذه الجلسة. النقطة الموالية تتعلق باقتراح رئاسة للمؤتمر 16 للجبهة لتقديمه للمؤتمرات والمؤتمرين للمصادقة. من أجل المصادقة طالبين رفع تأشيرات والله ليدي باش الإخوان يحدوا. نحن الآن نعيش هذه اللحظة التاريخية من كفاح شعبنا التي ينعقد فيها مؤتمرنا هذا، مؤتمر الشهيد محمد خداد الحبيب، تحت شعار القتال في طرد الاحتلال واستكمال السيادة. في ظل عمل دؤوب عكفت اللجنة التحضيرية للمؤتمر طيلة الأشهر الأربعة الماضية على إنجازه لتوفير كل الظروف والشروط التي تمكننا من الانطلاق في أشغاله وضمان كل أسباب النجاح له.